في قلب الصحراء القاحلة تقع المنطقة الغربية بسواحلها الممتدة على مئات الكيلومترات، والتي تضم شواطئ وجزراً خلابة، فهي موطن لتراث يعود لآلاف السنين ومركز للنشاطات السياحية والتجارية والصناعية. تغطي المنطقة الغربية أكثر من 80% من مساحة أراضي الإمارة، وتنتج 45% من الناتج الإجمالي المحلي، إذ تحتضن أكبر مشاريع الطاقة في الدولة. محطة شمس واحد للطاقة الشمسية، أولى محطات الطاقة النووية في منطقة براكة، تقوم بدور مهم في توفير ما تحتاجه الدولة من طاقة نظيفة وآمنة. وإنتاج النفط الذي بحاجة إلى بنية تحتية فعالة للنقل لتسهيل الربط والوصول ما بين المدن المختلفة، خاصة عندما نأخذ بعين الاعتبار النمو المتوقع لعدد السكان. لذلك تحتاج المنطقة الغربية إلى مشاريع جديدة تعزز من كفاءة وقدرة شبكة النقل في المنطقة الغربية ومدنها الرئيسية. تتولى دائرة النقل مسؤولية تخطيط وتنظيم البنية التحتية للنقل وفق أعلى المعايير العالمية. تضم هذه البنية شبكة الحافلات وسيارات الأجرة والعبارات وقطار الاتحاد والممرات المخصصة للمشاة والمسارات الخاصة بالدراجات الهوائية والطرق الرئيسية، والتي تقوم جميعها بتعزيز معايير السلامة والأمن في الطرقات والحفاظ على المقومات التراثية والثقافية للمنطقة. ومثل هذه المشاريع تطوير وتوسعة الطريق الرئيسي الواصل بين المفرق والغويفات، وتوسعة طريق حميم، وطريق الواصل بين مدينة زايد وجنوب غياثي، وتوسعة الطريق الواصل بين غياثي وبدع المطاوعة. تتمثل جهود دائرة النقل بتطوير طرق جديدة بين مدينة زايد والمرفأ، بإنشاء طريق يمتد من أقصى الحدود الشرقية للمنطقة الغربية ليتصل بمدينة السلع، الذي سيشكل طريقاً استراتيجياً بديلاً للطريق الرئيسي المفرق الغويفات، بالإضافة إلى تحسين الطريق الواصل بين عرادة وأم الزمول والطريق الواصل بين غياثي والرويس. هذه الخطة تندمج وتتكامل مع شبكة الاتحاد للقطارات، فهي شبكة لنقل البضائع تصل المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية مثل حقول الغاز في شاه وحبشان، وتربط مدن المنطقة الغربية الرئيسية مع جميع الإمارات الأخرى ومع دول مجلس التعاون الخليجي مستقبلاً، بالإضافة إلى تحسين خدمات الحافلات وسيارات الأجرة والعبارات لتوفير رحلات متقاربة ويعتمد عليها. المنطقة الغربية مقبلة على مشاريع نقل متميزة تعود بالفائدة على مدنها الرئيسية السبع. سترتقي مدينة ليوا بمشاريع البنية التحتية للنقل مثل الطريق العابر الجديد وتطوير الطرق المحلية والنقل العام، مثل إقامة محطة لخط سكك الاتحاد للقطارات وتحسين شبكة النقل العام. وستنعم مدينة زايد بطريق عابر يخفف الازدحام من مركز المدينة وتطوير في شبكة الطرق والنقل العام ومحطة للقطار. وستستفيد مدينة المرفأ من الربط بالطريق الرئيسي المطور المفرق الغويفات، إضافة إلى تطوير في شبكة الطرق المحلية والنقل العام ومحطة القطار. ستستفيد جزيرة دلما من تطوير في شبكة الطرق المحلية وخدمات النقل العام بالحافلات، فضلاً على خدمات العبارات التي ستشهد مزيداً من التطور. ومن المؤكد إن مدينة الرويس والقاعدة الصناعية المتواجدة فيها ستستفيد من خدمات النقل العام لتطوير محطة حافلات جديدة ومحطة إيوائها ومحطة القطار، وستستفيد كذلك من الخطط الجديدة الرامية إلى إنشاء طرق جديدة في المنطقة. وضمن مدينة السلع ستستفيد مراكز الخدمات اللوجستية من شبكة الطرق الجديدة وخدمات للنقل العام لتسهيل الوصول إلى الطريق الرئيسي بين المفرق والغويفات وإلى محطة القطار. وأخيراً وليس آخراً، فإن شق طريق عابر سريع في غياثي سيسهم في تعزيز انسيابية حركة المرور في وسط المدينة، بالإضافة إلى تطوير لشبكة الطرق المحلية وتعزيز خدمات النقل العام.
تتمثل أهمية المنطقة الغربية، بالإضافة إلى كونها مركزاً صناعياً استراتيجياً في موطن إشعاع ثقافي وتراثي عريق وأصيل. من هنا تسهم خطة النقل البري الشاملة للمنطقة الغربية في إقامة بنية نقل تحتية متكاملة وإرساء مستقبل واعد للأجيال القادمة.